يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة نظيره الدحيل القطري مساء اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. وتقام مباراة الأهلي والدحيل القطري بتمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والسادسة ونصف مساء بتوقيت قطر في إطار منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية. وتستضيف قطر في بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير الجاري. وتأهل الأهلي إلى مونديال الأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الزمالك في النهائي الأفريقي التاريخي بهدفين مقابل هدف. وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موتسيماني على تفقد ملعب المدينة التعليمية الذي يستضيف مباراة الأهلي والدحيل القطري في منافسات بطولة كأس العالم للأندية. ويدخل الأهلي المباراة كاملا العدد بعدما جاءت نتيجة العينة التي خضع لها لاعبي الفريق والبعثة سلبية. ويسعى الأهلي للفوز على الدحيل القطري في مستهل مشواره بالمونديال للتأهل إلى دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية ومواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.